كلما الإنسان أخلد إلى الأرض كلما خسر خلقه، وكلما ارتبط بالسماء كلما تخلق. شلون يعني؟ يعني وش مظهر الرحمة في البشر؟ الأم، الأم صح؟ في أرحم من الأم في البشر؟ ما في. في نسيبي؟ أنا والله عندي ما في، أنا جربت الأم ما في مثلها في البشر في علاقاتنا. لكن الأم إذا صارت ممن أخلد إلى الأرض وش يصير؟ تقول لي أنا أبوي جاهل، بتقول لك يخترب جسمي، ما أبوي جهاد، أبوي الرشاقة. تقول لي إنزين ارضعي الجاهل، قالت لا في حليب صناعي، أنا ما أبوي جسمي يخترب، صديقاتي كلهم رشيقات بسبب الحليب الصناعي. تقول لي إنزين قعدي يا ولدش، لا ولدش ما يشوف، إيش قالت الخدامة موجودة، مو عدا صديقاتي بنروح المجمع اليوم. هذه الأم، هذه الرحمة اللي في الأم لما تخلد إلى الأرض تقل الرحمة تروح. وكم من أم مجرمة قتلت أولادها من طليقها أو من زوجها اللي مات، لأن قلبها متعلق بعشيق ما يريدها بأولادها، تتخلص من أولادها لأجل العشيق. هذه الدنيا إذا أخلدنا لها الرحمة تروح، الأخلاق تروح، واليوم البوصلة باتجاه الدنيا. فالأخلاق تذهب وتتلاشى. والنبي فيما يروى عنه يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ثناء الله على نبيه ثناء خالدا، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن يأخذ سيرة المصطفى يتعرف على الأخلاق الحق الصحيحة الجميلة.